يعطيك العافية حضرة النائب، هاي للمرة الثالثة. للمرة الثالثة، أهلا وسهلا فيك بنت العم. ليكي الحمد لله كانت ردود الفعل كتير إيجابية بالنسبة لإلي. أخذت قرار جريء، لأنه لما قريت النص حسيت أنه ميلة البطل بدأت قوية بعد، فكنت بحاجة أخلق شخصية فيها كتير علامات استفهام على ماضيها، على تاريخها، على حركتها حتى. يعني بالبداية بتفكر بتقولي مين هيدا، ليش هيك، شو صاير معه، رح يكون أشرس من البطل بوجه هول، بيطلع أنه هو أشرس من من هوليك على البطل. كان بدها الشخصية المركبة، بده كومبوزيشن، وعمل جدل، وهذا المنيح، انه ما لازم تكون شخصية تقطع مرور الكرام بأي عمل. وهون جهد الممثلين المفروض يكون كتير صريح. انا لهلا ما في عندي شيء واضح لرمضان، ما في نصوص تقدمت بعد لرمضان، يعني بعد عندك شهر ونص تقريبا. هلا اللي بيصير عادة انه نحن لا نعتبر من اللي بناخذ البطولة، فتركب البطولة أول شيء وبعدين بيشوفوا شو التركيبة اللي بتصير. إذا كان الدور هالمرة، إذا كان الدور بالنسبة لي دور قادر أعمل فيه شيء، يعني رضوان طلعناه هيك بشق الأنفس مثل ما بيقولوا، إذا كان الدور بيقدم شيء جديد أنا قادر أعمل شيء جديد فيه، أنا حاضر أعمله. إذا لا بعتقد رح ياخد مسافة وتفرغ شوي للكتابة. أنا بلشت عم تابع، وبعدين كنت عم تابع الغريب، المسلسل يلي عم ينعرض هلأ، يلي هو مسلسل عم ياخد أصداء كتير كتير حلوة، وشخصية خليل كمان هيك عندها مساحة حلوة. المسلسل سفاح جيزة مسلسل كتير كومبليكيتد، وهذا الحلو فيه، معمول بطريقة كتير حلوة. هو الكاركترز يلي بتستهويني بالحياة، أنا لعبت شيء بيشبه بالزمانات بشخصية اسمها ربيع، اللي هو حدا إذا بدك مشكلجي حي بيتحول ليصير قاتل سيريال كيلر، وبتغري الكاميرا كرمال هيك بيصير هذا السيريال كيلر. وهذا المشروع حاليا عم يتحضر ليصير فيلم حينزل بالصلاة. الشخصيات المركبة بتستهويني لأنه عندي ريسيرش بدي أعمله، وعندي إضافة بدي أحطها، وإلا إذا شخصية يعني ما حدا يفهمني غلط، إذا بتنلعب بأي ممثل بيخدها ويلعبها مثل ما هي ما بتهويني. هي مجرد فرضية هيدا القاضي يلي بيحكم ضد الظلم، ضد الجريمة، ضد أي شيء يصير جزء من الجريمة. يعني بمشهد من المشاهد كان عم بيقول أنه أنا بنحكم أبد أكيد. يعني هي هذه المفارقة، هذه المعادلة بحد ذاتها مغرية جدا، وكيف عم نشوفه صار بقلب هالعصابة، بقلب هول العالم، مغري الأحداث، ورح تكمل يعني.